بي ويتنس جمعية لدعم الطلاب يلي عندهم صعوبات تعلمية أو اضطرابات بالتعلم. رح نتعرف أكثر على جمعية كلاس مع السيدة كارمن شاهين دباني. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. حضرتك مؤسسة ورئيسة جمعية كلاس يلي رح نتعرف عليها أكثر بي ويتنس. والسيدة جوليانا طرابلسي عيد. حضرتك المديرة العامة لكل مراكز كلاس بلبنان. مراكز كتيرة صاروا من 1999 حضرتكم بلشتوا ببيروت، بطرابلس، بصيدا، بزحلة، واليوم بالنبطية يلي رح نحكي عن افتتاحه الجديد. بدي نتعرف شوي أو نعيد هيك شوي تأسيس الجمعية وشو أهدافها ولمين بتشتغل. أولا رانيا بتشكرك، بتشكر الام تي في أنكم عم تستقبلونا اليوم. الجمعية بلشت سنة 1999 تتساعد الأولاد اللي عندهم صعوبات التعلم وصعوبات الاستيعاب. بلشت الجمعية من بروكسل. من بروكسل جبت اختصاصيين بلجيكية بال 1999 وبلشنا نعمل توعية على الحق هون بلبنان. وحقيقة أنا بفتخر أنه اليوم لبنان صار في كتير تقدم بهالمجال بالنسبة ل 16 سنة بس بلشنا. بس كيف طلعت معكم الفكرة يعني؟ ومن 16 سنة ما كتير كان معروف قصة الصعوبات التعلمية وقصة الاضطرابات يلي ممكن يكونوا عندهم إياها الأولاد واللي بتمنعهم أنه يتعلموا مثلهم مثل أي باقي تلميذ. يعني من وين إجت هالفكرة الجديدة بوقتها كانت؟ إيه خبرتي الشخصية دفعتني أنه أعمل هالمشروع تساعد الأولاد، لأنه عشت شوية هالصعوبة هاللي اليوم صارت فيني أقول أمل لكل الأولاد هاللي فينا نحن نساعدهم. وأكيد تطور. وسيدة عيد كمان عم تشتغل معكم بهالموضوع لحتى تكوني أكثر على الأرض يمكن حضرتك. إيه نعم. ويكون في إدارة لكل المراكز، كل المراكز عم بيشتغلوا بذات الطريقة. صح، كل المراكز يعني بنوحد طرائق الشغل بالمراكز. وعندنا اختصاصيين بعلم النفس وبالعلاج النطقي، بالعلاج النفسي الحركي. وكلنا بنشتغل بذات الطريقه لانه كثير مهم بالنسبه لكلاس هو عمل الفريق. فنحن ضروري جدا عندنا نعمل كل اسبوع اجتماعات تنقيم الحالات اللي عندنا ونعرف يعني نوحد طريقه الشغل بيناتنا. كلاس اي سنتر ليباني ديدوكاسيون سبيسياليزي. واكيد لما بنقول ادوكاسيون سبيسياليزي معناتها في فريق عمل متخصص كبير. صح. وموزع على عده جبهات اذا فينا نقول. رح نشوف ريبورت حضرتوا لنا اياه عن كلاس لنتعرف اكثر على العمل. اوكي ثانك يو. انا بحب كون معلمه، أنا بحب كون ممرضة، أنا بحب كون كابتن طيارة، أنا بحب كون مهندس، أنا بحب كون طبيب، أنا بحب كون محامية، أنا بحب كون تلميذ مثل كل التلاميذ يحلم بالبكرة الحلو اللي كله طموح، نشاط، فرح وتحقيق للأحلام الصغيرة اللي بتجعل منا عناصر كبيرة وفاعلة بمجتمع مش دايماً بيفتح الفرص للصغار يصيروا كبار ويحققوا أحلام مقاعد الدراسة. التعلم حق للجميع من المبادئ الأساسية اللي انطلق منها المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس، واضعاً خطة تربوية إنسانية تستهدف طلاب من لبنان بيعانوا من مشاكل تعلمية تضاف إليها مشاكل اجتماعية واقتصادية مما بيهدد تطورهم الدراسي إلى حد الوصول للتسرب المدرسي. هيك بنجيب الألعاب مثلاً في مكتوب من صفصوف ونحط الكلمة اللي بدي إياها، مثلاً إذا بدنا نقرأ قصة بنقرأ إذا هي بالفرنسي أو بالعربي فينا نقرأها. أنا بعرف، أنا جيت جديدة بس بعرف. بشباط العام 2013 وقع المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي ليعلن البدء بإنشاء 200 غرفة دعم بالمدارس الرسمية موزعة على مختلف المحافظات اللبنانية.
كل هالجهوزية رح بتأدي إلى تأمين استقبال التلاميذ اللي بيعانوا صعوبات تعلمية ضمن مجموعات صغيرة خلال الدوام الدراسي. أما التلاميذ اللي بيظهر عندهم اضطرابات تعلمية فبيتم توجيههم إلى مراكز كلاس المتخصصة ببيروت، طرابلس، صيدا، زحلة، زوق، نبطية. وهالمتابعة بيقوم فيها اختصاصيون بعلم النفس وتقويم النطق والعلاج النفسي الحركي. كارمن، أي حالات تحديداً عم تستقبلوا؟ الحالات اللي مثلاً صعوبة النطق ديسفازي، صعوبة القراءة ديسلكسي، صعوبة الحركة ديسبراكسي، إفراط الحركة إيبر أكتيفيتي كمان ديسكالكولي، كل الصعوبات هاللي بيعانيها الولد وهاللي بتحطه عادة بيفشل بالصف وبيحطه بآخر صف بآخر الصف بآخر طبقة بآخر طبقة ما بنعود نهتم شيء لأنه مش هين كمان إنه نقدر نهتم بالولد هاللي عنده هالصعوبة بالنسبة للولاد هاللي ما عندهم صعوبة وعندهم الريتم تبعهم بدون يعجب. والمشكلة إنه التشخيص مش دايماً عم بيكون صائب، بنفتكر ببعض الأحيان إنه هالولد عم يسقط لأنه ما عم يدرس منيح كسلان ومش طالع من أمره شيء 100%. طبعاً عملكم مع المدارس الرسمية والفريق العمل اللي موجود معكم عم بيكون عم بيشخص الحالات بشكل دقيق جدا وكل ولد لحاله، كيف عم يعني هل الطلاب عم يجوا لعندكم، هل الاهل عم يجوا لعندكم، او ممكن يكون في عندكم حضرتكم زيارات لبعض المدارس الرسميه، كيف عم بيتم العمل على الارض؟ هلا بلشت تحكي بالشق الثاني بعملنا. يعني عملنا في المراكز اللي بنعالج الاولاد اللي عندهم اضطرابات تعلميه، وفي مشروع كبير نعمل مع وزاره التربيه وبعتقد هو الأول بنوعه بلبنان خاصة بالمدارس الرسمية. عم نفتح غرف دعم بالمدارس الرسمية، والمشروع أنه نفتح 200 غرفة دعم. لهلأ عم نشتغل يعني بكل مدرسة يكون موجود غرفة الدعم، نعم، مثل قسم للصعوبات التعلمية، نعم. موزع على كل الأراضي اللبنانية. لحد هلأ عنا 58 مدرسة عم نشتغل فيها، والسنة الوزارة عطتنا 50 مدرسة رح نبلش. اللي نحن بنعمله أنه مندرب معلمين من المدرسة، نطلب أنه يكون معلم لغة ومعلم رياضيات، مندربه على إذا بدك على التربية المتخصصة، يعني كيف بده يتعامل مع الولد اللي عنده صعوبة بمادة معينة. والولد بيظهر على غرفة الدعم خلال الساعات الدراسة، بياخد ذات المادة اللي عم يخدها بالصف، لأنه معلم غرفة الدعم بيشتغل بالتنسيق مع معلم الصف، بياخد ذات المادة اللي عم يخدها بالصف بس بغير بس بطرق مختلفة وبوسائل مختلفة، لأن احنا بنأمن لهم برامج متخصصة وبنأمن لهم كل الوسائل اللي بتساعدهم تيساعدوا هالولد. يعني هيدا السيستم انكلوزيف يلي عم تجربوا تعملوه بالمدارس الرسمية. وهون يمكن كنا مثل ما كنا عم نحكي انه منميز بين الاضطرابات والصعوبات بالتعلم يلي هن شغلتين مختلفين كليا. هلا مثل ما قالت جوليانا، هيدا الفريق الاول هو اللي ببلش يشوف الولد اللي عنده صعوبة. هلا بين هالولاد اللي عندهم صعوبات بالمدرسة في منهم رح تقدر تساعدهم المعلمة، بيكون عندهم اضطرابات، ساعتها اللي عنده اضطراب بنحوله على المركز. اها، الاضطرابات يلي ذكرناهم والا مشاكل المدرسيه اللي بدها يمكن مرافقه او متابعه بشكل دايم من قبل استاذ مش اكثر ولا اقل. افتتحتوا مركز بالنبطيه مؤخرا، ايمتى تم الافتتاح؟ من الخميس لكننا كثير فخورين انه فتحنا المركز السادس. الف مبروك سادس لكلاس. رح نشوف اكيد الفيديو سوا ومنتابع حديثنا. المركز مثل ما عم نشوف مجهز بطريقه كامله وعم بيكون كل شيء موجود فيه، عم بينشغل بطريقه محترفه جدا. كيف عم بتلاقوا الدعم؟ هو المركز تبع النبطيه مع جمعيه بقلب جمعيه مركزية اسمها جمعية تقدم المرأة، ورئيستها السيدة سلمى علي أحمد. يعني نشكرها نحن لأنه هي استقبلتنا بكل ترحاب واندفاع وشجعتنا أنه نشتغل معهم إيد بإيد. وجهزنا عندهم بالجمعية، جهزنا غرف للمركز وأخذنا فريق عمل، وهلأ عم نباشر
العمل. كيف عم بيكونوا مقسمين المراكز؟ يعني هل عم تحكينا عن غرف كارمن، هل عم بيتم العمل بفرق او مع ولد لحاله؟ كيف عم بيصير الشغل بالمراكز؟ بنشتغل مع ولد لوحده، وهو بيمرق عند المعالجة النفسية مثل ما قلنا، ومعالجة النطق ومعالجة النفس الحركية، بس يعني ولد واحد بيمرق. مشان هيك في غرف لكل اختصاصي عنده غرفة، مثل كلينيك صغيرة إذا بدك، إذا بدك بقلب المهادي بقلب المراكز. وفي طبعا أسيستانت هي بتنسق وبتعمل أول مقابلة مع الأهل، وبعدين بينعمل له تشخيص عند المعالج النفسي، المعالج النفسي. وبعدين عند كل معالج كمان بينعمل تشخيص، بعد التشخيص بينعمل اجتماع بين كل المعالجين يحكوا عن حالة هالولد، ونشوف إذا هالولد هو يعني بيستفيد عنا بالكلاس، لأن يمكن في أولاد حالتهم بتستدعي وجودهم بمركز متخصص. يعني لو مرقوا لعنا بعد المدرسة، لأن إحنا بناخذ الأولاد اللي بمدارس عادية بيجوا لعنا بعد المدرسة. نعم، ممكن يكون حالة متطورة كتير ومش قادرين نساعدهم، بنحولها لمركز بنحولها. وإذا كان هو كانديدال لنا للكلاس، نعمل اجتماع مع الأهل بنخبرهم، لأنه كتير ضروري مشاركة الأهل. دعم الدولة لهالموضوع، هل الدولة موجودة؟ هل الوزارة موجودة معكم بالشغل؟ أنا من أول ما بلشت المشروع بسنة 1998 هيك تعرفت على جوليانا أصلاً، تعاملت مع الوزارة. يعني كنت ساكنة بلجيكا بهذيك الأيام، أول لما بلشت الدراسة لأفتح المركز ببيروت، لأنه ما فتحنا المراكز حسب كبر المدينة، عم نتعامل مع الوزارة. دعم الوزارة بالنسبة لنا مهم كتير، مهم كتير. وحاليا كمان عم بيكون في صفوف الدعم اللي عم بيكون فيها تدريب للأساتذة، وين وكيف عم بتتم؟ مدارس الرسمية. مشان هيك كمان تعاملنا مع الوزارة كتير مهم، لأنه هي الوزارة اللي بتنقي المدارس بتعطينا إياهن، ونحن منجهزهم ومندربهم. هالسنة مثلا عندنا 50 مدرسة جديدة، بالإضافة ل 58 هاللي فتحناهم من سنتين لهلأ، رح نفتحهم من هلأ لسنة. حلو كتير. والمساعدات من وين عم بتكون؟ قصدك المساعدة المادية؟ المادية طبعا خاصة. المساعدات المادية خاصة. يعطيكم ألف بس نحن بنحب نقدمها للولاد اللي ما عندهم. يعني مبادرة رائعة وعمل رائع عم بيكون، وهيدا الشيء طبعا قدي بحاجة لإله، مثل ما عم بتشوفوا يمكن على الأرض. أهلا وسهلا فيك سيدة كارمن شاهين دباني، أهلا وسهلا فيك سيدة جوليانا ترابل سعيد. يعني بالفعل استفدنا كتير من هالمقابلة، وإن شاء الله يكونوا الأهل كمان استفاد. شكرا لك. رح بنتقل لعند ريتا لشوف وين صرنا بعمل ميك اوفر. ريتا هاي. كيفك اليوم؟ ينعاد عليك. انت مرسي وعليك. ريتا بلشتوا تحضروا شو رح تعملوا، او بلشتوا يعني تعرفوا شو اللي حيصير من تغيرات؟ اليوم رانيا معنا جورج مطر، نحن اوريدي عم نبلش مع غاسيا البرايدل هيردو كيف رح تكون لنهار عرسها. نعم. فدقايق قليله ونبلش نخبركم شو عم نفكر وشو محضرين، ونحن رح نكون ناطرينكم بعد هالبريك. اوكي.